السلام عليكم. في شيء مهم ولازم تعرفه، وهذا الشيء ممكن يكون مؤلم للإنسان الغير واعي. أول شيء أهلا وسهلا فيك بهذا المقطع الجديد، وأسعد الله قلبك أينما كنت على هذا الكوكب الجميل. والشيء هو يا صديقي أنك لازم تتحمل مسؤولية حياتك كلها، يعني مو بس لما تنجح والله تقول أنا نجحت، ولما تفشل تقول والله هني فشلوني. حياتك هي قرار، والقرار هو قرارك. فلحتى تكون أفضل بالعشر سنين يلي جاي، لازم من اليوم تمتنع عن أشياء بتضر حياتك، وتبدأ بعادات بتحسن حياتك. فعقلك وحياتك رح تكون أفضل إذا فكرت بإيجابية وابتعدت عن الأفكار السلبية. جسمك رح يكون أفضل وأجمل إذا تمرنت كل يوم أو 3 أيام بالأسبوع. نفسيتك ورضاك رح يكونوا أفضل إذا شفت النعم اللي أعطاك الله عز وجل إياها والتي حرمت من غيرك. فيا صديق، لكل فعل في هذه الحياة ردة فعل، ورد الفعل أنت بتقرر كيف يكون. وبالنهاية تخيل حياتك عبارة عن سفينة، وهي السفينة كل ما صار فيها خزق كل ما عم يدخلها مي أكتر، وكل ما زاد الخزق كل ما غرقت السفينة. بتمناك تضل مبحر وما تغرق سفينتك. بالتوفيق للجميع، ودمتم في أمان الله.